ستي لو سمحتي لا تقلقي أبدا، أنا عندي فكرة حلوة. أنغوري أنغوري. نعم مدام. ريشاب سهرنا رح يجي اليوم العصر، تركي كل شغلك وساعديني بتحضير الغداء، في كتير شغل رح نعمله، فروحي وجيبي صينية الخضرة. يلا. حاضر مدام. شريا، برأيي لازم نسمح لفيناتي تستخدم المطبخ، بما أنه ريشاب جاي على الغداء فممكن تكون حابة تحضر له شيء. بس ماما ما بصير هيك، كيف رح نطلع من المطبخ قبل ما نخلص الشغل اللي بين إيدينا؟ يعني إذا طلعنا من المطبخ ما رح نخلص شغلنا. لا تقولي هيك، لو أهلك قرروا يجوا لعندك كانت رح تخليكي تستخدمي المطبخ. ريشاب سهر العائلة ولازم نخليها تحضر له الأكل على راحتها. خلينا نكمل شغلنا على طاولة الأكل مشان هي تشتغل بالمطبخ على راحتها. على ما يبدو اليوم أنت ضايعة بأفكارك، برأيي روحي وارتاحي شوي. ماما أنا روحي. شكلها تأثرت من مباري، مبين معي إنها صارت تحبها لفيناتي، هيك ما رح تنجح الخطة. أو قلك لا تروحي، أنتي أشري البطاطا وأنا رح أعمل هدول. مثل ما بدك. أنغوري. نعم مدام. تعالي لهون. أهلين ريشاب. أهلين فيك عمي. أهلين، كيفك يا ابني؟ أهلا وسهلا. الحمد لله منيح، أنت كيفك؟ تفضل، كله تمام. أهلين. أهلا وسهلا، كيفك؟ تمام. أمار شفت قديش ريشاب دقيق بمواعيده؟ قال رح يجي على الوحدة ويجي على الوقت بالضبط. طيب تفضل فوت. تفضل فوت. شرف. مرحبا ستي. قديش جاي على بالي اضربك هلأ. القدير يحميك، القدير ياخدك. تفضل عود. ريشاب كيفك؟ تمام منيح. لازم تستنى شوي كمان، أظني بدها شوية وقت لحتى تجهز. مو مشكلة، معناها رح أشرب كاسة شاي لبين ما تجي. شو رأيك بأنينة سم بدالة؟ رح أجيب لك كاسة شاي. ما في داعي حبيبتي بيناتي، أنا عملت لريشاب كاسة شاي، هو بحب الشاي الأخضر. مين متخيل إنه في وحش ورا هالوش الحلو هاد؟